دكاتره في الفيلد دلوقتي موجودين عندهم رول قبل ما يمد ايده على الضرس يعمل فيه اي حاجه معاه الجزر. زراعه جميله خلاص، انا عندي ضرس مصاب خلاص شيله وازرع مكانه، ايه المشكله؟ ما ينفعش، خلقه ربنا ما فيش حاجه تضاهيها ابدا في الدنيا كلها. الماده المستخدمه هي كور النجاح، سر النجاح في التركيب. الزراعه في اي حاله ما زادش عن 10 دقايق، انا دايما بحب احط كل حاجه في مكانها. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني. ماجستير جراحات الوجه والفكين، كليه طب القصر العيني. ماجستير جراحه الفم والاسنان، كليه الطب القصر العيني. حاصله على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان جامعه سيفيا. عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم، هذا يوم مهم جدا في عالم الأسنان، يوم حكايات وعلم وتجارب هامة للغاية. عايز أحكي لكم حكايتين صغيرين جدا جدا بيتعاملوا مع أو بيتكلموا على صحة الأسنان وشكلها واللثة يعني المنسية دايما. لازم تفهموا انه في علاقة وثيقة جدا بين التهابات اللثة والاسنان وفرص الاصابة تخيلوا بسرطان الامعاء. مسافة بعيدة جدا لا يتخيلها يعني الشخص العادي، ايه اللي يخلي مشاكل الاسنان، لكن دي دراسة اتعملت قالت ان تنظيف الاسنان يقي من الاصابة بسرطان الامعاء. ولو ان العلاقة وثيقة بين البكتيريا الموجودة حوالين اللثة والاسنان وبين بكتيريا تتحور او تتسبب في استثارة مستمرة للميوكوزا او الجزء المبطن للامعاء، بما يؤدي الى ان هذه الخلايا في المستقبل تقلب سرطانية. حاجة تانية كمان من الاشياء الخطيرة جدا هذه الايام، السيجارة الالكترونية تلعب دور خطير جدا وراء تلوث شكل اللثة والاصابة بمشاكل فيها ومشاكل في الاسنان. فلو ان السجائر الالكترونية ممكن جدا تكون اكثر ضررا من السجائر العادية، دي جماعة اسمها جماعة روستشتر في نيويورك في ولاية نيويورك الامريكية، قالت في تجارب عملية ان الابخرة الناتجة عن التدخين للسجائر الالكترونية قد تدمر انسجة اللثة. يبقى شيء، هل احنا عندنا وعي تجميل الاسنان واللثه؟ هل احنا مهتمين فعلا باللثه والاسنان بالشكل الكافي؟ هل الزراعه واخده حقها معانا في الفهم والتدقيق ولا طب مطنشين؟ ناس كتير قوي يا جماعه بيقابلوني في الشارع في من مختلف الطبقات على فكره، اصدقائي معارفي جيراني مع الناس الموجوده، الشارع المصري مليان ناس كتير، بياعين اصحابي وكله بشوفهم بفوت بيبيع لي سيديهات مش عارف ايه، يشتكي من سنان الناس الموجودين امن وسكيورتي في العمارات وفي الشغل وفي البتاع، بيشتكي من سنان البياعين اللي في المحلات سواء محلات الاحذيه او محلات الملابس الموجودين في كل حته في المهندسين وزايد وفي بيت ناصر، بيشتكي من سنان بياعين في المطاعم بيشتكوا من سنان. الله يخرب عقولكم، ايه يا عم انتوا مهملين ليه قوي كده؟ ليه وصلنا بالمرحله دي في ان سناننا توصل للدرجه دي من الاهمال؟ اللي بيوريني سنانه وهو مشتكي منها ويقول لي شوف انا هعمل ايه، هروح لمين وعلى اسوي ايه، بقول له كلمه واحده، بقول له ايه اللي وصل الموضوع للكارثه دي؟ ما هو مش ممكن بين يوم وليله انت صحيت لقيت سنانك كده. ضيفتي العزيزه هسالها سؤال في الاول، هل بين يوم وليله الواحد بيصحى يلاقي اسنانه كده ولا لا؟ هي قيمه علميه كبيره واسم كبير ولامع ما شاء الله وصاحبه تواجد رائع جدا على المستوى الاكاديمي والمستوى الاكلينيكي والمستوى الاعلامي. ضيفتي العزيزه يعني الزميله ولو انها طب اسنان، وطبعا الاخت العزيزه الاستاذه الدكتوره اسراء السيد. اهلا بيك يا دكتوره اسراء. اهلا يا دكتور ايمن، الله يسلمك. ليه كده؟ ليه الناس بقت ليه بس لو عرفت تقول لي ليه بيعملوا في نفسهم كده؟ على فكره انا بتسال كان انا دكتور سنان، انا راجل طب بشري بيسالوني الكلام كله في حته والله العظيم. هو الناس مشكلتهم ان هو دايما بيبدي حاجات ثانيه على نفسه وفي الاخر هيعمل كل دوت، بس بعد ما يكون تراكم وبيبقى الموضوع بقى اعمق، ما بيبقاش بقى الموضوع على قد حشوه وتخلص، لا لا بقى الموضوع بقى ايه، بقى عندك حاجات كتير. ومن ضمن الحاجات اللطيفه جدا ان انت لو قلت لحد عندك تسويس في اسنانك مثلا، عايز تحشي الضرس ده، يرد يقول لك ايه؟ طب احشيه ليه؟ هو لسه ما بيوجعنيش وبنام عادي طول الليل مش بيصحيني. ايوه يا فندم، احنا وصلنا المرحله دي يبقى انت دخلت في علاج جذور وتمويت عصب، دخلنا في قصه ثانيه خالص.
فهو احنا عندنا زي ما تقول عادات وتقليد كده، انا ما اروحش للدكتور غير لما اكون في حاله اللي هو شريط المسكن بيخلص في اليوم وانا يبقى صعبان على الكل بقى والناس تتندني ونروح. لا خالص، المفروض ما نستناش للمرحله ديت ابدا، الحياه هتبقى ابسط كتير. زي اللي بيفكر ينكس البيت بتاعه بعد ما يبدا اوريدي البيت ينهد. بالظبط كده. والعربيه تعطل فيروح يوديها للتو، خلاص العربيه عطلت وباظت ونام. فنروح بقى نبدا نصلح العربيه. نظبط واخر لمبه في الناجفه انحرقت فيبدا يجيب كهرباء. بالظبط كده. طباعه رهيبه. طب تعالي النهارده حكاوي كتيره وهبداها من يعني عناوين كثيره في عالم طب الاسنان وحوار ممتع جدا استمعونا له، ولكن نبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هبدا السؤال الاول في التجميل. يا عم ما بقاش عندك حجه دلوقتي، التجميل بقى متطور وعنده التجميل عالم الطب تجميل الاسنان بقى عنده اوبشنز كتيره تقدر تختار وتقدر يعني زي ما بيقولوا تعيش حياتك زي ما انت عايز في عالم تجميل الاسنان. ابيض بتاعي. طبعا ابيض عندنا اي حد بيجي بتديله اكتر من اختيار، واحنا بنشوف الاختيار دوت انسب حاجه لظروف المريض ايه. زي مثلا حاله تيجي عندها فراغات، حاله تيجي عندها بروز، بتيجي عندها اعوجاج في الاسنان، مش ممكن اقول لك انت حلك تقويم بس، لا دايما تلاقيني بقول يا تقويم يا اما نعمل وجوه لاصقه يا اما نعمل مثلا تجميل لسة. لازم يبقى فيه اكتر من حل، بس في عالم التجميل صعب ان انت تقول حل واحد. يعني التجميل دخل في ادق حاجات وابسط حاجات، يعني دي حشوه الضرس. حشوه الضرس ديت ممكن تطلع منها حشوه شكلها وحش وسودة، وممكن تبقى بيضه وشكلها وحش برده وتمشي تقول دي حشوه. احنا عملنا ايه الحاله ديت؟ احنا عملنا علاج جذور، وبعد كده هو تعاملنا اولا بص لاحظ الحاجه الخضراء اللي موجوده دي، ده اسمها رابر دام. الرابر دام دوت هو احسن حاجه في الشغل، انت بتعمل كومبليت ايزوليشن للضرس، يعني مفيش حاجه اسمها ابلعت حاجه في بق وانا شغاله مثلا العيان يبلع حاجه، مفيش حاجه اسمها يحصل كونتامينيشن حتى مع اللعاب، مش حاجه اسمها لعاب يدخل للضرس. احنا بنعزل بنسبه 100%، كلام جد مش هزار. ده احسن حاجه على الاطلاق، بالذات في الحاجات بتاعه اللي فيها اعماق، يعني في علاج الجذور، في العمليات لازم نعزل عزل كامل. وصلنا في الاخر لحشوه شكلها مقبول جدا، وصعب تعرف ان ديت حشوه، بالعكس تحس ان الضرس اللي احنا عاملينه احلى حتى من الضروس العاديه اللي موجوده. بس دوت اتعمل تجميل، احنا عملنا الجذور وصلنا للجذور لاخرها، ما فيش حاجه اسمها نعمل علاج جذور ونرجع نعيده تاني بعد يومين ولا اسبوع ولا شهر ولا وات ايفر زي ما انا بسمع الناس بتعمل، لا الحاجه بتتعمل من اول مره باذن الله بيرفكت، خلاص القصه بتنتهي. السؤال الجاي مهم جدا، عليكم الكلام للناس ان انتم تفهموا انه التجميل عالم تناسق. طبعا. اطوال ابعاد الوان. طبعا. ابيض طبعا. طبعا ابيض. ايه التناسق ده؟ التناسق بمعنى ما ينفعش يجي لك واحد وشه مربع او وشه كبير وتعمله مثلا سنان مستطيله او سنان مدببه او اوفل دوت زي بيضاوي. ما ينفعش مثلا يجي لك راجل وتعمل له الحروف بتاعه السنان الادجز بتاعه السنان مدوره، لازم تبقى شارب شويه. ما ينفعش يجي لك واحد وشه طويل تعمل مثلا الانياب مفلطحه، لا لازم دي بنقعد نذاكرها لما كنا لسه بنذاكر، بنقعد نذاكرها ده يطلع شكله ايه، ده الانسب حاجه ليه ايه. يعني مثلا حاله زي كده بص السنان كلها ستانتد صغنططه خالص، دي لازم تعمل عمليه تجميل لسه ونفرد طول الاسنان شويه. بص لو تلاحظ فرق الحجم بين فوق وتحت، فوق كانها اسنان صغنططه كده زي رقيد وكده صغنططه خالص، بص بقى تحت لا احنا طبعا والله ظهرت يبقى في اسنان يبان فيها تجميل. يعني حلو التعبير العلمي ده، التعبير رقيد ده علمي. ايوه بالظبط، انا بحب الحاجات العلميه. سفيشه ده تعبير انا بقى. برضو الحالة ديت احنا علشان نقدر نشتغلها بص الفك السفلي السنان برضو صغيرة جدا، لازم تعمل تجميل الاول اللثة، ما ينفعش دي تركب عليها فينيرز ولا تفكر تعالجها. ليه؟ الشاسيه اللي شايل السنان اصلا هو مش مظبوط، فانت هتحسن ايه اذا كان الشاسيه نفسه مش مظبوط؟ فتبدا ان انت الاول تشتغل في اللثة، وبعد كده نتكلم بقى احنا هنمشي في اي اتجاه. دي مشينا في اتجاه الفينيرز، طبعا الفينيرز بتدي نتيجة هايلة وسريعة ودائمة عكس التبييض، التبييض ما يديش نتيجه دائمه، التبييض تفضل كل مثلا من 6 ل 9 شهور ماكسيموم سنه،
لازم تروح للدكتور وتعمل ريفرش للون. حتى دايما بشرح للمرضى نفس الجمله زي فكره صبغه الشعر، ما ينفعش الست تصبغ شعرها مره وتكمل عليها فوريفر، لازم تروح للكوافير كل فتره علشان تعمل ريفرشمنت للون. الجملة اللي هقولها دي هتوجه للأطباء الشباب وللمرضى برضو، مضمونها كده: يا عمي أرجوك ما تستهونش بالتشخيص. طبعا. التشخيص والخطة العلاجية دول أساس النجاح ونواة الفلاح. حلوة دي طبعا. أبيض أساس أبيض النجاح بشتا. ونواة الفلاح صح. يا عيني أيوة صباح. ليه بقى بص، انا اكتشفت حاجه بعد سنين كتير قوي شغل، بقالي 22 سنه شغاله، اكتشفت ان المقطعيه دي شابو بعد كل ده. حلو ايام ابتدائي فعلا. تخيل ان انا نفسي اتضحك عليا، انا مصوره حاله زي الفل وكل حاجه ماشيه تمام، واحنا عندنا كيس دهني اهوت حوالين الضرس دوت، والحدود بتاعته البيضه ديت المدوره، وكله تمام التمام. ما اعرفش زي ما تقول كده ايه، قلبي توغوش، قلت لا انا هصور حاله دي مقطعي رغم ان الحاله ما تستاهلش، يعني واضح انها بسيطه. بص لقينا ايه، احنا عندنا ورم يعني داخل في مناخير العيان وجايب الفكين يمين وشمال ورا قدام، وعايز اقول لك انه طلع له كمان منفذ على سقف الحلق. يعني احنا دخلنا دخله فظيعه. تخيل ان الحاله دي ما كانتش ظاهره في كل انواع الاشعاعات الغير مقطعيه. انا نفسي وقفت. ده ورم حميد ولا خبيث؟ هنحلله لسه. هنحلله بس هو ادام لوكالايز كده، ان شاء الله مش خلاص كده القصه اورام برضه. بس هو ان شاء الله مش خبيث خالص باذن الله، لان عاده ما يطلعش شكله كده في المقطعيه. يعني احنا وصلنا ان نص فكه اليمين ومعديين خط النص، وللناحيه الثانيه ده كله ورم. احنا كنا شغالين على التلفزيونيه، كنا والاعجب ان هو راح عمل العمليه دي 3 مرات عند دكاتره مشاهير، وكل مره بيرجع تاني. فانا لما خدت الداتا من المريض قلت لا انا مش مطمنه، طب نصور مقطعي. صورت مقطعي، اتفاجئت. بص حضرتك الجمجمه بتاعته مخرومه، انت بتتكلم في حاله، في عمليه كبيره. انت بتتكلم في موضوع كبير، في حين ان الاشعاعات العاديه كلها مطلعه ايه، بجد انا شايفاها بعيني ورم ما يكملش سنتي في سنتي حاجه كده. يعني انا حتى كنت العمليه ديت انا والاستاف بتاعي كنا هنعملها في اخر اليوم كده واحنا مروحين، اللي هو يلا يا عمليه كده، وانت واقف لقينا منظر اللي هو لا حضرتك احنا محتاجين نغير اليوم ونغير الفكره ونغير كل حاجه. الاشعه المقطعيه لا هي بصراحه خطيره، بارك الله فيها. لا هي خطيره حقيقي، هي بالظبط بالنسبه لي زي التورتش او الكشاف وانت داخل في مكان ضلمه تبين لك انت داخل فين. فهي لا هي فعلا فعلا شابو فعلا. الاشعه المقطعيه مثل ميسي، اللي عنده ميسي لا يغلب زي ما بيقولوا اخواننا المعلقين. الاشعه المقطعيه اللي عنده الاشعه المقطعيه لا يغلب لا يغلب. يعني الاشعه ما اسعد. على فكره دي حال انا الاسبوع اللي فات 3 حالات الاشعاعات البانوراما والتلفزيونيه مطلعه حاجه والمقطعيه مطلعه حاجه ثانيه خالص. فعلا يعني لان الاشعه المقطعيه بقت حاجه عظيمه. انا شايفها عظيمه جدا. يعني انا عندي حاله داخله ازرع لها صغيره في السن، 30s مثلا حاجه زي كده، مش كبيره، ما فيش سكر، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي حاجه في اي حاجه. انا لازم اعمل مقطعيه، انا نفسيتي ترتاحش غير لما اعمل مقطعيه. عملت مقطعيه اكتشف ان الجيب الانفي نازل، ما عنديش الا ملي ونص عظم. ملي ونص ده ما ينفعش خالص ازرع فيه، يعني انا مجرد ان انا ملي ونص، يعني انت مجرد ان انا ادخل مقدار ضفري انا كده بقيت في مرخرها. دي قصة تانية خالص، ده دخلنا بقى في ان احنا نزرع عظم ونرفع الحاجز او نرفع الفلور اوف ذا ماوث، يعني اللي هو قاع الانف. لا دي قصة تانية، دي لو كنت انت دخلتها على اشعة عادية زي بانوراما او تلفزيونية او وات ايفر اشعاعات بسيطة، اعتقد دي كانت مشكلة كبيرة. مهم قوي السؤال الجاي ده. الزراعة يعني زي ما بيقولوا هو الحل الامثل لاي سنة مفقودة. لا مش الامثل، بس هو من افضل الحلول. لكن امثل لا، يعني ما هو برضو في ناس تقول لك لا انا مش عايز ارفع الحاجز الانفي ولا عايز اعمل عمليات، انا مستعجل جدا، انا عايز اطلع من دلوقتي حالا ببريدج. خلاص يبقى انت هتعمل بريدج دلوقتي، مش هتقدر تعمل زراعه. لكن افضل الاحتمالات على الاطلاق. يعني حاله زي كده، الحاله ديت شلنا كل سمام الملخلخه اللي فيه وكل المشاكل اللي محتاجه علاج جذور عملناه، الحشو عملناه،
وعملنا زرعات وركبنا على الزرعات. طبعا خدت وقت علشان برضو الفكره الدائمه اللي عند الناس اللي بيجيبوها من على الفيسبوك، انا هزرع وهطلع من دلوقتي من عندك بسنين. لا يا جماعه، مش كل حاجه ينفع عليها الموضوع ده. الكلام دوت ينفع، بس مش ممكن حاجه اسمها اطلع دلوقتي فاكهه كامل. ما ينفعش اطلع دلوقتي بسنين، لا ازاي يعني؟ انا احمل على زرعه ازاي؟ بشرح نفس المثل ده لكل الناس. لو واحد دراعه مكسور وركبنا له مسامير ودعامه وي وي وي، يطلع يلعب تنس؟ لوجيك لا. طب ازاي داخله جوه عظم وحاله العظم ديت مش تمام وسنه مش صغير قوي وفي سكر وفي 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 وركب له عليها طقم او تركيبه في نفس اللحظه؟ مش منطقي. ده انا لو قصدي ان انا ابوظ الزرعه مش هعمل اكتر من كده، يكون كده كفايه. حلو قوي كده، بوظنا كل حاجه. بتسبقيني سنة في السؤال اللي جاي، بس السؤال الجاي ده له علاقه باجابتك اللي فاتت، بس لازم اقوله زي ما هو كده. صحيح دلوقتي كلام برضو للناس، يعني النهارده كلامي كله ايه للناس وانت بتصححيه. صحيح دلوقتي في حاجه اسمها زراعه اليوم الواحد، بس دي ما تصلحش لكل الناس. بالظبط، في زراعات تقليديه لازم تفرض نفسها وليها مساحتها اللي ما نقدرش ان احنا نتجاهلها. كلام ابيض، لان انت لسه ابيض ابيض جدا. كل حاجه وليها حاجه. هو لسه الفيسبوك بيأثر في الناس؟ انا شايف انه بيأثر. لا كلاحة طبية انا بتكلم، يعني يعني الناس انا بيجيني الناس المثقفين قوي، اللي هو انا دكتور فلان عمل كذا وحالة كذا وافتر بيفر بتاعها كذا ودكتور فلان كذا. انا بيجيلي يعني ريسيرشز كاملة عن كل الدكاترة الموجودين. بس في حاجات بتبقى انا شايفه انها كلام مش مناسب للحاله دي. في طبعا زراعه اليوم الواحد، بس لمين؟ لحاله ايه؟ نوع العظم ايه؟ ما هو برضو ما ينفعش ان احنا نقول قاعده عامه اطلع انا اعمل فيديو اشيره على الفيسبوك واقول يا جماعه اللي هيجي يعمل زراعه عندي هو هيركب طقم في نفس اليوم، ازاي؟ ده كلام مش منطقي. زي بالظبط واحده جات لي لسه من يومين عندها اسنان ملخلخه ميه، اللي هي لو عطست هتطير، مش محتاج ان احنا نخلعها، احنا ممكن يعني نعملها كده في خدودها خلاص كده وقعت السنان. فتخيل دي جايه بتقول انا رحت للدكتور وقال لي انا هثبت لك الاسنان دي واركب عليها تركيبه ثابته الفكه كله. ازاي؟ فلا مش ممكن. فبرضه ما ينفعش. هو كل القصه اللي حصل انها شافت فيديو في دكتور عنده حاله فيها لخلخه، هي مش مقدره بقى ان في لخلخه دي جريد وان ما ينفعش بعد جريد 3 ان احنا نتكلم. هي شافت حاله معموله قريبه من حالتها، ما ركزتش بقى في كميه الحركه قد ايه، قالت يبقى انا كمان زيها. بس هي الناس بتاخد الفيسبوك وتطبقها نفسها كاملا. السؤال الجاي ده مهم برضه للناس. يا عم يا ستي، انت بتزرعي سنه بدل السنه المفقوده مش بس عشان تعوضي شكل السنه المفقوده، انت عشان تحافظي على اللي حوالين السنه المفقوده. مظبوط. ابيض ابيض، لان السنان اللي حوالين السنه المفقوده بتبدا تميل عشان تقفل المسافه دي، واللي تحت تبدا تطلع عشان توصل للي فوق تقفل المسافه. فاحنا بنعمل خلل اول ما السنان تتحرك، يعني مثلا الحاله دي العينه دي خلع فوق يمين، اول ما هي جات لي لقيت ان السنان اللي في اليمين وفي الشمال ابتدت تغير وضعها، وضع الليسه نفسه طلع لفوق، يعني ما بقاش في الوضع الطبيعي، يعني كشت اكتر من اللازم. ليه؟ لانها خلع من وقت طويل. الحاله ديت لازم تعمل زراعه في اصعب ما يمكن. عملنا لها زراعه وركبنا الفك اللي فوق كله، بس مش ركبنا كله عشان زرعنا، لا، لان كل سنه فيها مشكله اصلا. قدرنا نوصل للشكل دوت. لكن مثلا حاله زي كده تقولي لا دي ما تزرعش وتمشي بالوضع اللي هي فيه دوت، لا ازاي؟ طيب مش منطقي. طب السؤال القادم سؤال مهم جدا، الليزر والقشره التجميليه انسب حاجه للابتسامه اللثويه؟ حاجه اهي على الوزن. انسب حاجه. بس الليزر هيعمل بيه ايه بقى؟ ده السؤال اللي برضه اللي الناس بتعمم الاجابه بتاعته. الليزر ده ليه استخدامات كتير، يعني ممكن نعمل حاجه اسمها اعاده رسم اللثه، يعني احنا ندي شكل للثه، ان احنا نكبر السنان شويه، زي السنان اللي قلت لك عليها صغيره، يعني مثلا بصي هنا السنان صغيره ازاي؟ صغيرة جدا، صغيرة طول وعرض، دي السنان دي لازم تطول شوية، يعني لما حد يبتسم يبقى هذا الكم من اللثة باين، ده كم مش جميل خالص. لازم احنا كده طولنا وعرضنا وقدرنا ان احنا نعمل الوجوه اللاصقة، وعملنا عملية في الشفة علشان نخلي الشفة لما هي تضحك ما ترتفعش المسافة دي كلها، يعني بنحدد الحركة بتاعتها. وعلى فكرة برضو في موضوع احنا ما اتكلمناش فيه قبل كده، بس مش عايزة يعني يتحدد له قاعدة، البوتوكس. البوتوكس والفيلرز من الحاجات اللي دخلت جدا في طب الأسنان، بس هي فيها عيب وميزة.
زي ما انا بقول في كل الكلام، ما ينفعش نطبق الموضوع. مش انا قلت نعالج ابتسامة اللثوية ببوتوكس يبقى كل واحدة هتيجي اعمل لها بوتوكس، لا، كل حاجة وليها مكان. يعني احسن استخدام للبوتوكس مش هتصدق ايه. عارف الناس اللي بتعض وهي نايمة؟ اللي هو البروكسيزم. البروكسيزم دوت من الحاجات على فكرة اللي بتبوظ مفصل الفك وبتضايق جدا. انت عارف اللي انت لو حطيت اللي هي بيجز، عارف لو حطينا نقطة نقطة دروب فعلا، يعني اللي هو 0.2 0.3 كلام صغير في العضلة اللي بيعض عليها اسمها تريسمس، هنا اهوت نقطة هنا ونقطة هنا، القصة دي تتحل خالص. بس عيبها ايه؟ هنحتاج نحقن كل 6 شهور، كل 9 شهور، او كل ما يبقى تعبان يجي يحقن، وهو عاده بيبقى مرتبط بالحاله النفسيه. بس انا خايفه ان انا اقول يجي لي كل الناس بكره يقولوا لي من فضلك احقن لنا بوتوكس. انا هجي لي احقن بوتوكس. الجام سمايل، الابتسامه اللثويه، الجزع اللثوي، بروكسيزم. عارف الناس اللي لما بيبقى عندهم هنا ده كله حاجات 113 111 لا لا هي ساعتها بتترسم كده. بص لا ساعتها في ناس النيزل ساركس دوت بيبقى احيانا عند الناس داخل قوي. على فكره كل ده دخل في طب الاسنان، ما بقاش جلديه انتوا بتتخانقوا عليه كلكم. أنا متخانق كله. الجلد بيشتغل، التجميل بيشتغل، ولاي حد معاه حقنة بوتوكس يحطها مش هتعرف العين. الفيلر بقى توزع دمهم بين القبائل. هسألك سؤال مهم قوي. كلما كانت البشرة أغمق كلما كان هناك فرصة للتسبخ في اللثة. ده شور ابيض على طول. اصلا ايه هو التصبغ ده؟ ده عباره عن صبغه ميلانين متجمعه اكتر. مين اللي عنده صبغه ميلانين زياده؟ السمر. ما مش منطقي يبقى واحد ابيض قشطه وعنده ميلانين متجمع، مش منطقي، مش ما تجيش يعني. فهي عاده بتيجي مع السمر، ولو لقيتها مع حد ابيض تاكد ان عنده اصل جيني جنوبي افريقي او افريقي. يعني دي تصدق دي بنوته مثلا عندها 14 15 سنه. طبعا انا عندي تصبغات بس في جوه من اصل افريقي. انا يوناني افريقي. تخيل دي بنت عندها، يعني تخيل دي في السن الصغير دي ده، والليثه تبقى بالسواد دوت، بجد تضايق فعلا. يعني دي ما تعرفش تبتسم. بص احنا وصلنا لحاجه، وعايز اقول لك ان فعلا العمليه دي ما خدتش فعلا 10 دقائق، بجد مش هزار يعني. وعلى فكره برضو من الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش ويقلقوا قوي لو يعرفوها، ان الليثه بيستخدم من غير بنج، بس العيان قلبه مش هيجيبه. يعني انا في مره قعدت مع مريضه وقعدت اقنعتها ان انا هشتغل من غير بنج وخلاص والدنيا خلاص. اول ما جينا نشتغل لا 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 لا، الكلام حاجه والفعل حاجه. اخد بنج بنجني كليا. بنجني وبنج مش عشان اقتنعت اللي معايا. اسكر لا. دي هتقول لك بنجيني وبنيها وخليها بنج جوزها كمان. بالظبط. طيب في عالم التجميل تحديدا وفي عالم التعامل مع الليزر، في عالم اللينس العدسات اللاصقه، في تجاوزات وفي يعني اخطاء كبيره قوي بتحصل. يعني ساعات ندي لللينس اكثر من حجمها ونعملها في حتت مش المفروض تتعمل. والليزر يعني انت عارفه الليزر بالذات لو وقع في ايد حد مش فاهم بيلخبط بيبهدل الدنيا. بيبهدل الدنيا. هنا بقى تكمن الفقره اللي جايه اهميتها في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ في مصر في حاجه لطيفه قوي، طالما انا ما عنديش في مصر، في مصر عندنا قاعده اساسيه، طالما انا ما عنديش في البيت وليكن مثلا يعني مايكرويف لازم اهاجم المايكرويف. طالما انا ما عنديش في البيت طبعا غساله اوتوماتيك يبقى نهاجم غساله اوتوماتيك. شهور طبعا. طالما ما عنديش بيعمل سيلف ساتسفاكشن، بيهدي نفسه. بالظبط. طالما ما عنديش في البيت مثلا يعني كاسه بسيديهات، اهاجم اي كاسه بسيديهات. مظبوط. ده سيستم. احنا بنهاجم اللي مش عندنا دايما. دي قاعده. مظبوط. وبنهاجم الحاجه اللي ما نعرفهاش. طالما انا ما بعرفش اتكلم الماني هتلاقيني اقول ان اللغه الالمانيه لغه صعبه ورخمه وغلسه، في حين انها بسيطه جدا بالرغم انها لغه جميله. شكلك كده عايز تتكلم على فينيرز. لا، الدكاتره بيقولوا عليها كلام وحش. لا، انا عايز اتكلم على الحاجه، على الزغلول الكبير. جهاز السيرك.
بقى انا كل ده هتكلم على الفينيتو. خليها دي ماشي. جهاز السرج، من يهاجم جهاز السرج ويقول انه في الاخر الخبره وشغلي وايدي والمعمل ادق مليون مره واحلى واحسن وبايدك مش عارف ايه، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا ده جاني. لانه هو علشان ما عندوش معلومه عن حاجه فهو بالظبط عامل زي ما بيتكلمش الماني فقال لك دي لغه دمها تقيل وصعبه. لا خالص، هو علشان كمان يبرر للناس اللي بتروح له ان هو عنده حاجه ناقصه فالحاجه دي وحشه، واللي تسمعه كمان ايه ان الفينيرز دي حاجه مش تمام ومؤقته وكلام، تيجي تسمعه ايه الكلام ده؟ ده العالم كله شغال بالسيستم دوت وجاب نتيجه هايله، مين اللي قال؟ واقول لك على حاجات كمان مش هتصدقها. تعرف ان الخامات اللي بتستخدم في السرك او في الطرابيش اللي بتتعمل عن طريق الكاد كام نقاء لونها يكاد يكون او طبيعيه لونها تكاد تكون 100%؟ طبيعيه 100% غير الخامات اللي بتتعمل في المعمل خالص، كما لو كان ده فعلا جزء من السنان وده فعلا حاجه صناعيه. هو المعامل متعبه، المعامل متعبه بس مرهقة. الخامات الطبيعيه بتاعتها بتاعت السرك خطيره. يعني انا امبارح الاستاف بتاعي مسلم حالتين، انا دخلت روعه روعه، رغم ان انا اللي مختاره اللون وانا اللي مختاره الديزاين وانا اللي متابعه الحياه، اول ما تركبت ايه الجمال ده؟ طب اني جزء اللي عاملينه اني طبيعي وانا مش طبيعي؟ رائع. غير بقى الحالات بتاعه المعمل، العين هو داخل كده تقول له انت مركب الاثنين اللي قدام. كتير جدا هو داخل كده الاثنين دول متركبين، يبقى فيهم فقدان الحيويه غريب، او انا يعني بتلقطهم بمنتهى البساطه يعني. في السرك صعب تتلقط فعلا. اقول لك برضو على حاجه قبل ما تسال سؤال تاني برضو من الناس اللي بتشتم في اي حاجه مش عندها. الدكاتره عملوا بديل للليزر رائع، هي فكره اجراميه هايله، اجراميه مش حقيقيه. بدل الليزر، مش الليزر شعاع سخن. طيب اتحايلوا على القصه، جابوا ايه؟ كوتري. الجهاز اللي بتحرق بيه في عمليات البنج الكلي لما يبقى عندك اي مثلا وريد او حاجه فتح وعايز تحرقه. اي حد جابه قال كوتري اشتغلوا بيه. انا جيلي دلوقتي حالات شغالين كوتري ويقولوا على ده ليزر والمريض بيصدق، هو شايف حاجه بتنور. ده حاجه بتنور وبتطلع سخونيه، وان هيقول له انت ليزر يا عم الحاج. لا انا بجد انا وقفت يعني، انا بجد وقفت. لا انا شفت ناس، انت عارفه اللايتنج كيور اللي هو اللي كانوا بيفهموا الناس ان ده ليزر. قعدنا كتير كل ما حد اقول له ده مش ليزر، ده نوع من انواع اللايت اللي هو بنشف بيه لزق، بنشف اللزق، ده مش اكتر من ده، مش شعاع ليزر دوت، ليه فريكونسي مختلفه وتردد مختلف، ده حاجه تانية خالص. ما ينفعش اي حاجه بتنور قول عليها ليزر. طب اي حاجه بتطلع سخونيه يبقى كتري، نجيب جهاز كوي يبقى شكل القلم كده، بيبقى شكله قريب من شكل الليزر. بس انا وقفت اتثبت صراحه، انا ما صدقتش الافكار دي. السؤال المهم ده قوي قوي مهم قوي قوي قوي. واحد ناوي يركب قشور كويس، راح عامل برد جامد قوي 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 للسنه، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا ده جاني، ده بيهرج. ولما عارف دي اصلا ممكن يعمل كده عشان مش مذاكر، ده مبدئيا مش مذاكر. يعني انا عندي مريضه بتجيلي كل شهرين ثلاثه تلزق فينيرز عاملاها عند دكتور تاني، كل مره واحد غير التاني. اقول لها حضرتك ما ينفعش، حضرتك لازم، حضرتك كده الحاله دي ما ينفعش فينيرز اصلا. الفينير لازم يلزق الفينير على طبقه الانامل، الانامل دي اللي هي طبقه المينا اللي على السنان. المينا دي ليها ثيكنس بتبقى 0.2 تقريبا، في بعض الناس ازيد بعض الناس اقل اكوردنج للايدج. لازم زي ما تبدا زي ما تنتهي، يعني ما ينفعش ان العيان يجي لك من غير ضب تطلعه بضب، فلازم الثيكنس ده محسوب. والفينيرز ما تلزقش الا على الانامل، لازم يكون في انامل. فكون ان انت شلت الانامل يبقى انت طبخت المينا. المينا لو دخلت في اللي تحتها اللي هي العاج ما تمسكش، كل شويه الفينير تقع. تتخيل يعني مثلا حاله زي كده، انت الاول والاخر نفس الحجم، ولا في ضب ولا في بروز ولا في انتفاخ، ما فيش اي حاجه خالص. ليه؟ انت قد ما شلت قد ما حطيت، لكن انت لو بردت زياده ايه اللي انت استفدته؟ هو الفينير مش هيمسك مبدئيا.
يبقى الفينير اللي انت حاطه دوت ما عملتش بروز في السنان ودخلت السنان لجوه لانك ضربت زياده، بس الفينير مش هيقعد. ما هو لازم في مواصفات للزق بتاعه. انت كده حولت الحاله من فينير لكراون عشان البرد الزياده. احنا كده وصلنا لنتيجه هايله، مفيش بروز، رائع. انت جوه الانامل، يعني انت حتى ما عدتش بوينت 2 من السنه. طيب السؤال اللي جاي ده سؤال مهم جدا بقى جدا، وده برضو انت عارفه اللي هو ايه، يعني ساعات المريض يكون شيطان والدكتور يكون الشيطان بيوسوس. والله ايه يعني مش هو الدكتور غلبان، مش هو الشيطان، لا ده كتر ملايكه طبعا. انا بتكلم ولا مش لابس اسود الدكتور شيطان، حلو كده؟ جميل. لا المريض هو اللي اشتغل. انا مستنيه الاحداث، انا مستنيه مين هيطلع. عمال يوسوس يا عيني في ودن الدكتور. اعمل لي الشكل ده الدكتور يا ابني، ما يناسبكش، مش هيطلع طبيعي. لا انا عايز اللون ده، انا عايز الشكل ده يا ابني، مش هتبان ان انت ارتفيشال، لون غريب علي. مالكش دعوه اعمله، ده حلو. فهنا بقى مين الجاني ومين المتهم ومين البريء؟ لا هو دكتور متهم. ان هو لازم يقعد يشرح كتير. وانت على فكره الحاله دي بتصادف كل الدكاتره. انا عايزه اطلع سناني زي سنان فلانه. طب انا فكره فلانه ما اعرفش سنانها شكلها ايه، طب انت بتذاكري فلانه دي ازاي؟ حد من الفنانين من المغنيات؟ طيب انا ما اعرفش سنانها شكلها ايه اصلا، ما فكرتش ادرس بقها حقيقي. طب ايه مواصفات بقها؟ تقول لي السنان صغنططه كده ومنمنمه وحلوه وجنب بعضها. طب حضرتك يا فندم فعلا دي حاله جات لي وقعدت اتكلم معاها لما صوتي روح. مين اكثر ممثله بيحبوا يطلعوا صغنططه؟ مين اسمين ثلاثه كده؟ مبدئيا انغام، سميره سعيد، هيفاء، غادة عبد الرازق. طبعا. يعني انا بجد مع احترامي للكل، بس حقيقي ما درستش بقهم، ما قعدتش افكر دي عرض سنانها وطول سنانها ايه وافتر بيفور بتاعها ايه. بس اللي انا اعرفه ان الحاله اللي قدامي دي مش هينفع تكون واحده ثانيه. يعني واحده جت قلت لها والله انا مش قصدي ادايق. لا وبعدين وش غادة عبد الرازق مختلف، يعني وش غادة عبد الرازق له طبيعه خاصه، يعني مختلف كومبليتلي عن هيفا. كومبليتلي يعني دي مواصفات ودي مواصفات ثانيه خالص. طول وعرض وبروز عظم وموضوع مختلف ما ينفعوه. يعني ازاي؟ طب انت عايزه دي ولا دي؟ ما هو دي حاجة ودي حاجة. طب أنا دلوقتي أشكل على أي اتجاه؟ وبعدين اللونين مختلفين ولونين مختلفين. وفورم وش وفورم اسنان مختلف. والبشر نفسها اللي كانت بتتكلم دي السنة الواحدة عرضها أكتر من سنتي، سنان عريضة جدا جدا. طب أنا لأصغرها كده تبقى منمنمة كده إزاي؟ أطلعها منمنمة إزاي؟ ما هو كده مستحيل. طب أنا يعني أنا أدخل فيها كده بس أقطع ولا إزاي؟ في حاجة ما هو في فورم. وجبت أنا وجبت لها مسطرة وقست عرض وشها وطول وشها، قلت لها ده وش مش ما فيهوش الأنوثة اللي أنت بتتكلمي فيها، يعني أطلع إزاي المنظر ده؟ أولاً هو مبدئياً هتبقي أضحوكة، ده ما ينفعش. العرض والطول وشها عريض جداً، مربع يكاد يكون سكوير. سكوير وربنا خلق اسنانها سكوير. طب ازاي انا اخليها اوفل او تبقى صغنططه كده؟ مش ممكن. الحاجه برضو اللي الناس بتصر عليها قوي ونفسي الناس تفهمها، ما ينفعش السنان كلها تبقى طول واحد. انا اكتر من الناس تيجي تقول لي اديها لي مسطره كده. لا يعني اديها لي مسطره. يعني ايه اديها لك مسطره؟ مش حاجه اسمها كده. لازم في سنتين اللي قدام اطول من الجنب سنه، والاثنين اللي قدام طول اللنياب، والناب طول مش ليها بتقعد تذاكرها ومحفظها. ازاي اعملها اداني مسطره؟ وبرده المفهوم الغريب قوي ان الناس لازم تطلع السنان فوق بعضها كده اهو. دي حاجه علاجيه، دي محتاج حاله مرضيه تحتاج علاج. لازم السنان اللي فوق تغطي السنان اللي تحت، يا تلتها يا نصها ماكسيموم. بس ما ينفعش سنان تقف بالمنظر ده. يقول لك لا ده انا عامله تجميل عشان ابقى زي بنت خالتي سنانها فوق بعضها كده. تقول لها هاتي لي بنت خالتك نعالجها، لان دي مبدئيا حاله غلط. زبون. طب تعالي نشوف مليئه الاوهام. ده انت عندي كذا وهم كده. يلا اوهام بقى ايه؟ يعني كتيره في عالم طب الاسنان. اكتر وهم في طب الاسنان على فكره انه من ضمن الاوهام يعني انه ما حدش واخد باله من سناني. ده من اكبر الاوهام ان سناني وحشه بس ما حدش مركز معاها قوي. على فكره لا والله في ناس عندها الوهم، يعني مش مركز مش مدين. يعني مثلا بابا يا ابني سنانك من هي، يعني في ناس بتصرف فلوس في الهبل. طب يا ابني ما سنانك بايظه ما تروح لدكتور سنان. عايزني كده انا يوم. انا ما حدش واخد باله. لا ما تتقالش كده. بتقالش اللازمه بتاعتي. يعني يعني مثلا عندي واحده
كيس يعني اسنانها كل سنه راكبه على الثانيه تقريبا مغطيه نصها. فانا كنت بقولها طيب انت مش واخده بالك ان السنان ديت محتاجه انها تتفيد وتتقوم وبتاع؟ إيه لا دي لازمه، ده الناس عارفاني بيهم، ده انا لو فردتهم يتوه. لا هي واضح انها فعلا مهدوم. انا شوف الامر شك واليقين. وشك ام يقين؟ الفينيل ما يعالجش الفراغات. ما يعالجش الفراغات؟ ما يعالجش الفراغات. لا ازاي؟ يعالج الفراغات جدا. يعالج ويعالج تكسير السنان. ويعالج تكسير السنان. بيقين. يقين بس بشرط. ما فيش حاجة اسمها قاعدة. يعني ما تجيش واحدة في فراغ ما بين السنتين القدامية يدخل صباعي وتقولي لي ركبي فينيرز، مش معقول مش منطقي. لكن مثلا بقى فراغات منطقية زي الأنسة ديت، لا طبعا الدنيا تمشي حلوة قوي. وأوريكي برضو احنا وصلناها لإيه أنا والستاف بتاعي، لا هي وصلت النتيجة هايلة جدا ومقبولة جدا. بس ده تمشي معاها فينيرز وتمشي معاها كمان حلول تانية. احنا قفلنا تماما، قفلنا فوق وتحت كده، الدنيا ظبطت حلو. قشور التجميل لا نورمال، بس فيها حاجة عملنا تجميل لسه، لأن السنان ما كانش ينفع انها تتجمل عرض من غير طول عشان النسب. طيب القشور التجميليه حل سريع لكن غير دائم. لا لا لا، ما هو غير دائم ليه بقى؟ علشان الدكتور برد اكتر من اللازم، بقى واقف على طبقه العاج مش على طبقه المينا، فالقشور ديت عماله تقع منه كل شويه ويروح يلزقها. لكن هي لو معموله من الاول مظبوط هتتلزق وتفضل مكمله معاك زي الفل، مفيش اي حاجه. الليزر موجود في كل خطوات تجميل الاسنان؟ في معظم الخطوات. يعني لسه انا بقول لك الحاله ديت، قفلنا الفراغات وقفلنا كل حاجه، بس ازاي تقفل عرض من غير طول؟ لازم طول مع عرض. الليزر هايل طبعا، بيدخل في اي شغل لسه ليزر على طول. ينبغي ان تكون الاسنان جميله منذ الصغر، مفيش سن لتجميل الاسنان، ممكن نبدا مبكرا جدا، ممكن نبدا متاخرا جدا في السن. لا لا، بس التجميل الفينيرز والتدخلات دي لازم توصل لسن البلوغ علشان على الاقل مستوى اللثه يقف لحد كده، ما نتفاجئش ان في حاجه حصلت بعد كده. يعني مثلا الحاله ديت احنا بنتكلم ان الحاله ديت فيها شغل في اللثه، فيها شغل اللون بتاعها غامق، في سنان مكسره، السنان اللي تحت ديت مش متراصيه، مش واقفين جنب بعض. يعني هتلاقي واحده لجوه واحده لبره، واحده متشافه واحده مش متشافه قوي. احنا ممكن بدل ما نعمل تقويم او نعمل حشوات بس وندي لون كويس، احنا عملنا فوق وتحت. عظيم. لازم لسه الاول، ودي خدنا الصوره اول ما اشتغلنا، حتى تلاقي لسه مش مرتاحه. المعتقد الجيد اللي هحكيه لك دوت، دي قصه كبيره. واعتقد انه حتى مهما جاوبنا صعب ان احنا نغيرها من دماغ الناس. فشل الزراعه هي مسؤوليه الدكتور، مسؤوليتكم انتوا يا باشا. احنا مالنا؟ احنا مرضى. انت فشلت في الزراعه او فاشل الزراعه، يبقى الخطه العلاجيه اللي انت حضرتك حطيتها فاشله. حاجه كده زي شغل المدربين في الكوره، اتغلبنا يبقى العيب في المدرب. لا، هو الدكتور عليه عامل كبير. بس المريض عليه عامل برضه ممكن يعمل لك مشكله. يعني مثلا كان في مريضه عملت حاجه غير منطقيه، لقيت انها عامله زرعه حلوه وزي الفل، وركبنا عليها اسنان في نفس اليوم لان ما كانش في اي مانع لحاجه زي كده. وهي كلت عليها حاجه، هقول لك، فتحت عليها حاجه زي المياه الغازيه كده بتتفتح من فوق زي كده، بس يعني مش الكنز اللي بتتفتح بسهوله. لا، فتحتها عليها. طب الزرعه باظت طبعا، ونزلت بجزء من العظم كمان. وبعد كده لما تيجي تكلم المريض، للاسف في سياسه التخوين ما بين الدكتور وما بين المريض، جايه من المريض. لما انا اقول لها مستحيل مستحيل، انا متاكده، اصل انا بستلم الشغل بتاعي من الاستاف خطوه خطوه، مش ممكن، انا متاكده الشغل مش طالع كده. لا، هي كل القصه خايفه من ايه؟ ان احنا نلقي عليها اللوم. لا، هو بعد ما هديت كده شويه وجوزها انا كنت باكل ايس كريم وكسرتها، ما ده اللي يعني لبانه صغننه. لا، مفيش لبانه، ده انا كنت بصفر. لا يعني انا ما شفتش حد لحد النهارده بيفتح ازازه حاجه ساقعه باسنانه تعمليها بالزراعه، تقوم هي ماسكه في العظم كده بنهزر على طول باسنانه. طب ما هو احنا بنعمل لنفسنا مشكله ونرجع نشوف مين اللي يحل المشكله؟ ما هو ده برضه كلام مش معقول. فانت تقول بقى الدكتور اللي غلطان؟ لا طبعا، العيان اللي غلطان. زي العيان اللي بيجي لي، انا بشتغل على فكره مع مرضى السكر عادي، بس لازم يوعدني يظبط السكر، وبشتغل على ليفلز معينه، ولازم اقرا التراكمي بتاعه يكون بالطريقه اللي انا شايفه انها هتنجح. ما ظبطش السكر وسكره عادي جاب لي 400 و500 خلال اول شهر، الزرعه لازم هتبوظ. ده مشكلتي انا؟ مش ممكن. زي الناس الهيفي سموكرز، انا النهارده انا النهارده مركبه حاله، الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك، رائعه. المريض عنده أسوأ نوع عظم، عنده سكر
هيفي سموكر. ليه بطل تدخين ده؟ بطل وعدني ونفذ. بطل تدخين شهرين كاملا، وبعد كده بقى بيشرب على خفيف، والسكر ظبطه تمام ما عداش ال 120 برضه شهرين، والعادات الاكل السيئه كلها انتهت، ولا قطم ولا حاجه ناشفه ولا 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 ولا. النهارده ركبنا السنان روعه. عندي كام معتقد بقى اشرح شويه، عايزين نغطي كل المعتقدات. معتقد الاولاني ده شكله دمه خفيف قوي. الاشعه المقطعيه دي حاجه ترفيهيه يعني، فلوس زايده معاك فانا هاخدها. ده مش معتقد طبيعي، ده معتقد زي بالظبط اللي مش عنده حاجه فبيبررها. وانا ممكن اعمل كده ليه، ما نعمل حاجه اقل؟ لا، ولو حصل غلط هيحصل ايه؟ ما ينفعش. حاجه اساسيه في العمليات الكبيره، يعني مش واحد عايز يحشي ضرس عادي واقول له اعمل مقطعي، مش افترى لا. السيرك ملك الدقه، ملك الوقت. ملك الدقه وملك الوقت. لا، هو السيرك ممكن يخلص زيه زي المعمل في الوقت، لكن دقه الشغل وجمال اللون وجمال الفينيشنج وتقفيله السنان، لا طبعا، لا طبعا. سيرك تقفيل مظبوط، انت بتتكلم في حاجه معموله قدامك على كمبيوتر، مش بني ادم قاعد هو اللي بيرسم ومراته مضايقه الصبح فالرسمه طلعت وحشه بينه النهارده، مستعجل وعايز يخلص فيقوم مكروت لك الشغل. لا طبعا، السيرك حاجه نفذت عليه فهو ردها لك جاملك في سنانك. بالظبط كده، اشتغل بالضمير شويه النهارده. تجميل الاسنان حرفنته في تجميل الشفايف كمان معاه. لو محتاجه شفايف تتجمل، الاثنين يتجملوا مع بعض. ودي مهمه جدا، بس هي الناس كلها بتدخل مركزه على حاجه واحده، السنان. طب الليثه فين؟ الشفايف فين؟ الوضع فين؟ لا، يعني بص، البنت ديت دي عروسه مبدئيا، دي ابتسامه. لما بتضحك الابتسامه يعني تحس ان انت شفت جام سمايل. جام سمايل، شفت الحد ابتسامه لثويه، مراخيرها يعني. احنا شفنا مسافه طائله. دي تتعمل ايه؟ دي تتعمل عمليه جميله، لازم العمليه دي تكون مقفله مظبوط، بتتعمل على فكره بحسبه، يعني هي ما بتتعملش كده مش خطه مشرط خالص. نطلع النتيجه دي وهي مبتسمه، ما يبانش كل هذا الحجم من اللثه. وبرده من الحاجات اللي عايزاك تضيفها للمعتقدات المعقده، ليه لما تعمل عمليه المريض يزعل قوي ان انت هتاخد له غرزه؟ ليه؟ يعني في اوقات انا في الزراعه بشتغل من غير غرز، في ناس يقول لك لا انا عايز اعمل غرزه. ايه المشكله؟ يقول لك لا هتألم. يعني حضرتك ده زرعت جوه العظم ودخل جهاز لحد جوه بطول كذا كذا وعرض كذا، وتقول لي الغرزه اللي هتوجعك؟ ليه؟ ملهاش اي معنى غير انها معتقدات شعبيه. المعتقد بتاع الحامل ما تعملش حاجه في اسنانها، ليه برضو؟ انا لحد دلوقتي مش عارفه ليه. عشان البنج؟ طب ايه المشكله ما نديها بنج بتاع حوامل؟ عشان الاشعه؟ طب ما بتلبس ابرون. يعني ليه دايما نحكم على الحامل انها متعاقبه لحد لما تولد؟ دي معتقدات. التقويم بقى جزء من العلاج التكميلي. التكميلي؟ التجميلي. التجميلي. بس في بعض الناس التقويم بالنسبه لهم مش تجميل، ده اساس. يعني في ناس عندهم سنان طالعه في سقف بقها وسنان طالعه عند لسانها، دوت ازاي تقول عليه تجميل؟ بس ده الوظيفه منتهيه. ده في ناس بيجي تطلع لسانها تلاقي السنان مرسومه على اللسان من كتر ما السنان داخله في اللسان من جوه. لا طبعا، مش كله تجميل. يعني حاله زي كده، ده في سنان مستخبيه ورا عند اللسان. لا طبعا، ديت لازم تتعمل علاجي، وبالمره احنا شغالين تجميل. الاسنان لعبه زي كره القدم، مش زي التنس، لعبه جماعيه مش فرديه. نفسي بس عايزه حريفه، نفسي ناس تفهم القصه ديت. يعني انا بقابل القصه دي، يعني كل مريض بيجي متصور ان انا هقعد اشتغل الحاله فروم اي تو زد. طب الحاله دي خدت مثلا 3 4 ساعات على متقسمين على 3 4 ايام، هل معقول ان انا اقعد مع كل عيان اقعد اشتغل بهذا الكم من الساعات؟ طب ليه؟ طب وانا الستاف بتاعي دولت كانهم ولادي، دول متدربين على ايدي كانهم انا. حتى انت لو فكرت تسال اي حد منهم اي سؤال هيرد نفس الرد دي، دول شاربين طب الاسنان مني. خلاص، طب ما انا بستلم الشغل والشغل دوت بتاعي ومعمول يعني اندر ماي اوثورتي، ومش ممكن هيطلع الا بالطريقه اللي انا عايزاها. طب ايه فكره ان الدكتور يشتغل كل البرانشز اوف طب الاسنان؟ ازاي؟ مش ممكن على فكره، لا انا ولا غيري هنتقن كل الفروع بنفس الكميه. لا، ممكن انا اشتغل حاجه 100%، في حاجه انا اشتغلها مثلا 80%. طب مين اللي يجيب لك ال 100%؟ انا اللي اقول لك مين اللي يجيب لك 100%. زي بالظبط لما انت تحتاج دكتور ساي جراحه، تسال عليه ايه؟ مين اللي اكتر واحد يدلك؟ دكتور جراحه زي
او دكتور بطنه تسالي دكتور بطنه زيه. ليه؟ احنا اللي عارفين او اللي في الكارير الواحد هم اللي عارفين بعض اكتر. يعني انا اكتر واحده اقول لك مين دكتور سنان شغله حلو ومين دكتور سنان شغله مش حلو. طبعا. صح. عشان كده انا عارفه انا بشغل الحاجه فين، انا بحط كل حاجه في مكانها. الحمد لله يعني. كل حاجه في مكانها. ايوه. عارفه الحراك اللي حاصل في عالم طب الاسنان دلوقتي ده انا مبسوط منه جدا. الحراك الموجود عند المرضى عند الشعب، الحراك ده هيضايقكم شويه، هيزعجكم، هيصدعكم زي ما بيقول الناس اللي فاهمه قوي والاكاديميين والمذاكرين، هيضايقوا جدا من كلام الناس الكتير. بس في النهايه الناس لما هتتكلم في الاسنان كتير هتحكي لبعضها كتير. ولما هتحكي لبعضها كتير هيغيروا من بعض، فيبداوا يقلدوا بعض ويبداوا يشتغلوا على اسنانهم. هنوصل في يوم من الايام الى ان احنا نكون شعب من الشعوب اللي بتهتم باسنانها زي اللبنانيين. ده كده انت بصيت لنص الكوبايه المليان. انا دايما ببص لنص الكوبايه بس في نص فاضي، لازم تعرف جواه ايه برضو. جواه ان كل واحد جاي عايز يبقى واحد تاني. لازم انا دايما بقول ما ترفعش سقف احلامك قوي عشان ما تخبطش في السقف. خليه بس يخبط في السقف، ما هو لما هيخبط مره مش هيطلع تاني. بس المهم ان هو قاعد تحت السقف بتاعنا، تحت سقف طب. ماشي جميل، بس كل واحد يبقى عارف هو هيطلع ايه، علشان ما فيش حد يبص في المرايه منتظر يبص. يعني واحده تبص تطلع غاده عبد الرازق، ما ينفعش. لازم تطلعي انت بس على احلى. احنا نجاحنا ان احنا نجيبها جوه عياده طب الاسنان الاول، ده نجاح كبير. جت بفكر غلط، معلش هنطلعها من دماغها. مش احسن ما كانت قاعده، ده كانت قاعده في الهو بره، قاعده بره، قاعده في الشرفه في المنزل بتدعي على كل اللي حواليها ان اسنانها وحشه. جبناها جوه عياده طب الاسنان، هنتحملها كلنا، هنشتغل عليها كلنا، هننجح معاها كلنا. انتوا بشغلكم الرائع جدا وادائكم كفريق عمل رائع جدا، واحنا بالثقافه اللي بنحطها في دماغ الناس والناس بتبعتها لينا وبنقل الخبرات وبنقل الكلام. كله بيسمع وبينقل وبيحكي. قولوا دكتوره اسراء يوم الاربعاء كذا بالظبط. نورتينا. ميرسي يا دكتور. بسعد جدا باللقاء معاك. انا اكتر. متعه وحكايه رائعه، وبتحكي لنا بالظبط اللي بيحصل عندك، وجميل ان انت بتمزجي ما بين الكلام العلمي والواقع اللي حصل بتجربه. كل حاجه عندك ليها تجربه وليها 100 حكايه. انا عامل مذكراتي على فكره. مذكرات. مذكرات طبيبه. على فكره بتوع التخدير عاملين كده مذكرات. مذكرات تخدير. وفي ناس من طب الاسنان بيكتبوا حاجات حلوه، وانت تكتبي الكلام بس لو عندك وقت على السوشيال ميديا هيبقى له نجاح كويس. يعني بيكتبوا كلام حلو، او طبعا من ضمن الكلام اللي بتعمل ان واحد دكتور سنان ممكن مثلا يعني يضرب نار على مريضه بتتصل بالساعه 4 الفجر تقول له انا هاكل مضاد حي للاكل ولا بعد. مره واحده كلمتني بالليل تقول لي انا عايزه اكل كوردون بلو، ممكن ولا لا؟ ايه هو الكوردون بلو دي؟ ايه دي؟ كوردون بلو دي؟ ده اكله ولا عاوز انا بالله؟ مش عايز اقول لك انها متصله ومصره اصرار فظيع، يعني عملت قلبان فظيع في الاخر. انا قدامي كوردون بلو عايزه اكل، اعمل ايه؟ واللحمه تيجي اكله؟ يعني نوع من الاكل والحلويات؟ يعني حاجه زي الفراخ البانيه زي المفتين كده. ما يقولوا فراخ بانيه. يقولوا فراخ. فراخ محمره. يبقى ليه اكتر مذكراتي ولا لا انا؟ انتوا عارفين انه من الفسق ده نقول كوردون بلو. نورتينا. دكتوره اسراء السعيد كالعاده بتسعدنا جدا، اختنا العزيزه في هذا الحوار الممتع. خليكم دايما مع الناس الحلوه.